والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. أخبار المال والأعمال والجولة الاقتصادية وشروق عماد الدين. إليك شروق. شكرا لكما سحر ويوسف، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة. شهد وزير البترول طارق الملا والسفير الكندي بالقاهرة توقيع عقد البحث بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة لوتس جولد كوربوريشن في ثلاثة قطاعات باستثمارات تقدر بنحو 2.5 مليون دولار. وعلى هامش التوقيع أوضح الوزير أن مصر نجحت في جذب استثمارات متنوعة تعمل على توطين صناعة تعدينية مستدامة بتقنيات حديثة ومعامل متطورة بالشراكة مع كيانات جادة. تحت رعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبول انطلقت النسخة الثالثة من معرض الذهب والمجوهرات نيبيو الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، ويجمع المعرض كبرى العلامات التجارية في هذه الصناعة، وتأتي النسخة الجديدة من المعرض لتحقق مجموعة جديدة من أهداف الشعبة في تنمية الصادرات المصرية من المشغولات الذهبية، فضلا عن دعم مصممي المجوهرات المحليين في عرض تصميماتهم أمام دور الإنتاج المحلية والدولية. أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض متأثرة بتراجع أسعار النفط، لكن المؤشر السعودي خالف الاتجاه النزولي وأغلق مرتفعا. وانخفض المؤشر القطري بنسبة 0.7%، فيما ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.1%، منهيا خسائر على مدى جلستين. هذا وتترقب السوق قرار السعودية بشأن ما إذا كانت ستمدد خفض الإنتاج الطوعي بمقدار 1 مليون برميل يوميا، والذي من المقرر أن ينتهي في نهاية ديسمبر. انتهت جولتنا الاقتصادية في نشرة السادسة، وعودة من جديد إليكم يوسف وسحر. شكرا لك شروق عماد.